ارفع راسك با، ارفع راسك با، راك مغربي، ارفع راسك. واللي يسولك قول له كدا، قول له الركراكي عمو تاع كرة القدم. او كتولي انت ابن عمي تقدر تدبر خديمة في بلاصة معينة في دولة معينة بسبب الركراكي ولا عمو تاع. هادو اللي كيقول لك فاش فاتنا الكرة اقول زيع بنكون زيع، راح تقدر تمشي تدبر خديمة وتدخل شريك مع شي واحد في الميريكان ولا في كندا تو سامبلومون باسكو تو ماروكان et parce que les autres ont aimé le Maroc grâce à d'autres qui ont joué le ballon à cause de Ibn Kounzeh. Elle est en train de se dire « Ah, je n'ai pas de cora !»« Ah, mais le cora !» Et c'est une réponse à Saïd Barça, c'est un jour qui dit « Le cora, le cora !» Qu'est-ce que tu vas dire Saïd Barça dans l'état de la question de la femme ? Quel est le nom ? Quand tu es nage ou la rabe, tu ne te dis pas. Tu ne te dis pas. Tu ne te dis pas. وملي كتخسر كيقول لك قلتها لكم. هذا النوع اخوتي شوف في اطار الكوتشينغ، انا هضر معكم دابا كوتشينغ، انتم اصدقاء وصديقات راكم في مختلف مناطق العالم، تتلاقاو شي واحد شي نهار قال لك قلتها لك، ياك قلتها لك ضرب عليه. شوف يا اما تضربوا يا ضرب عليه، الا كنت قادر وعندك البادر وعندك العضلات ضربوا ضربه. وإلا كنت بحالي العضلات ما كاينينش وغير عطمين كما كيقولوا ناس الشمال ضرب عليه. هذا النوع هذا خطير، سام، إنسان سام. أنا عرفتهم، عشت معاهم أنا، عرفتهم. كيستناك حتى تخطا، حتى يوقع شي فشل في الدراسة، في شي مشروع، في شي حاجة، قد تاخدي شي قرار ما صدقلكش. قلتها لك. هاد النوع سيكيلك توكسيك، توكسيك. هادو هما دابا داك المعارضين او اشباه المعارضين اللي كاين دابا في هادشي نتاع مواقع التواصل الاجتماعي. في اطار قلتها لكم، امتى ناضي يهضر هو؟ حتى خسر المغرب مع جنوب افريقيا، علاش ما هضرتيش ملي تأهلنا في كأس العالم والدور الثاني والثالث والرابع والخامس وطرحتي السؤال ماذا استفدتم من كرة القدم؟ وداك الساعة نجاوبوك نقولوا لكم ماذا استفدنا من كرة القدم؟ كدولة، كشعب، كإنسان، كبشر، كفرد، كجماعة، اقتصاديين، سياسيين، سياحيين، نجاوبوك. انت خليتي حتى خسرنا مع جنوب افريقيا، عاد بان لك وشنو ربحتو في كرة القدم؟ لا ابن عمي، كنا بيان غاني. إل سوفي كو ليماج نتاع بلادك كتولي معروفة وسمية، كتعرف حاجة زوينة، راه تقدر تعرف بشي حاجة شينة. هاي دابا مثلا الجزائر باش معروفة في كوت ديفوار؟ معروفة بهذيك البقرة الحلوب. إيش غدير؟ إيش غدير؟ كتشرح للحمير والكيادر كيقول لك لا هما كيدافعوا عليها. عاد ولاو كيهجموا لا ولا تمثل الا نفسها. يا قلناها لكم كنتوا تسبونا، يا قلنا لكم العام الفايت كنتوا تسبوني. عرفت اش داروا لي اخوتي ومازال كيديروا لي انا في البريفيات. عرفت شحال من ميساج كيجيني في البريفي اخوتي في الفيسبوك؟ شي نهار شي نهار نديرها معكم والله العظيم. دابا نقصوا شويه ما بقاوش بحال العياو. دابا تقريبا نقول لكم واحد 40 50 ميساج ديال السب والقذف يوميا. اما في الايامات ديال هذه واحد عام واحد 6 شهور 7 شهور 300 سب 400 500 ميساج، ما كاين غير تقلع دير الجداره. واحد خيتي والله ما عيات، ما عرفتوش خيتي ولا خو ولا خونا، هي عندها سميه ديال المراه ولكن شكون عرفها؟ ما نعرف غير الراي المغربي. تحيه تقدير وحده. مازال دابا الى حدود الان يوميا كتصيفط لي 4 5 ديال الميساجات في النهار ديال السب والقذف. دابا نقول لكم واحد عامين ونص، عرفت شنو عامين ونص بدون توقف؟ 365 يوم زائد 365 يوم زائد الا ما يكونش روبو ولا ما نعرف طيحة فيك. لا تقدر تكون لا لا ما ذباب 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 ذبابة ذبابة شي مش الكتروني ولا شي شي دي ار اس ولا شي، فهمت؟ لا السمختي لا 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 ايوا صافي قلت لكم لا صاحبي راه نسيبها كتفرج. لن باغي يشريها لك في الكحل. هكا الراي المغربي يضلي يوصي فيهم الاخوان القلوب لا الاخوان القلوب لا وهما يصيفطوا له القلوب نيك. ها ودابا المشكله عندهم عزيز وكيبغيو يورطوه. كيعجبوكم المشاكل
نعمة تحياتي متعمي كبطاقتي مرحبا. فين كنا بنعمي؟ كنا في ليماج. دونك اللي ما كيعرفش ليماج خليه يدير في الكوارث بحال مصطفى بوسبير. علاش ما باغيش هو ليماج؟ لان اصلا هو ليماج ديالو بشعة، ابشع شخص شفته انا في حياتي، ابشع شخص شفته في حياتي مصطفى بوسبير. اقسم بالله الى البشاعة هكا لو كان تكلم الوجه ديالو، النيف ديالو، يعني المورفولوجيا تاع وجهه البشاعة. ولانه بشع ما حملش راسو كيزيد يورط راسو بلادو في البشاعة وعدم الحملة. سي بسيشيك، سي بسيشيك. ملي كتكون جميل 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 وسيم، على الاقل كنقولوا حنا بالفرنساوية شارمون، داك المنطقة ديال الاطفال مينيون، كيلي مينيون. السر والملحة كما كنقولوا في المغرب، السر والملحة كما انت ايوا مليلح، ها مليلح لاكاجو بالملحة. ما علينا، كتكون تايق في راسك اولا، كتكون تايق في الناس اللي حداك ثانيا، كتكون مستعد ديجاجي واحد ليماج زوينه كتناسب داكشي اللي واخدينو عليك الناس. وملي كتكون داخل في هادشي نتاع الصوره ليماج نتاع قبيلتك ولا نتاع دوارك ولا نتاع الفرقه نتاعك ولا نتاع الهيئه اللي كتنتمي ليها ولا نتاع الوطن نتاعك، يعني الجماعه التي تنتمي اليها وتسوق لها بطريقتك، تسوق لها بطريقه زوينه. علاش؟ لانك انت زوين. ملي كتكون بشيع كمشه بلا ما نقول اش محطوطه بين كتفين صافي. فالاكيد انك غادي ديجاجي الوسخ النتانة، وكتبين بلادك وسخه ونتينه تو سامبلومون. اذا مصطفى بوسبير ما الذي يقوم به؟ وانا هنا ادعوه، ادعوه زعما يقدر ما يحملنيش يقول برنوس المخزن كذا، لا لا لا، انا ادعوك انك شي نهار تسمع الناس اللي تنتقدك، الناس اللي تنتقدك، الناس اللي كتثق فيها بين قوسين، اذا كنت كتثق في شي حد لان لا اعتقد انك تثق في احد. فما فيها باس يقولوا لك شويه ما الذي ترسخه كصوره عليك وعلى بلدك. طرح غير هذا السؤال، ما الذي ارسخه انا انا اعوذ بالله واش نكون انا هو بلاصتو، ما الذي ترسخه انت كمصطفى بوسبير، كمصطفى بونيف الخلاسي العداسي المعقد المريض السيكوباتي، ما الذي تكرسه كصوره؟ الصوره نتاعك والصوره نتاع بلادك. جزائري وافتخر، وانت هنا ايتها الجزائريه وتفتخرين بجزائريتك، مزيان تختاري هذه السميه هذه زوينه، جزائريه وافتخر. انا ادعوك الى ان تتساءلي بما افتخر انا كجزائريه. هل افتخر بخطاب بوسبيري بونيفي؟ والله غير نحب المغاربه. شوف الامر ديال الحب الكره حتى انا ما عندي، ماشي احنا ما كنديروش هنا العواطف، لا لا نسي العواطف من تعمي لا تجي. مع احتراماتي لحبك وانا ايضا احب الجزائريين النبلاء الشرفاء هكا في الهواء، والاشخاص اللي غنتلاقاهم كانوا معايا مزيانين غنكون معاهم مزيانين، المهم هذاك نقاش اخر. السؤال ماشي مساله حب وكره، السؤال هو دو كوا تو فيير. ها هو ملك البيستاشي جا حتى هو مزيان السي ملك البيستاشي، طرحوا هذا السؤال عندكم، بما تفتخرون كجزائريين؟ ما هي الصوره التي تسوقونها لبلدكم وبلادكم؟ وما هي الصوره التي يسوقها اعلامكم وتلفزاتكم ووكاله انبائكم ورئيسكم ورئيس اركانكم، بل وهاد الناس اللي كتكلموا معاهم واللي دايرينهم معاهم حتى انتم دايرين الخانه نتاع البيستاش؟ كنشوف انا واحد داير الشمه، واحد كي كيتبع كي دوك التبرقيقات ديال الواتساب، داك الامراض المراهقين، فهمت؟
واحد كيشم الغبرة بحال دوغان، بونيف كمشة خرائن فوق كتفين هكاك. انا كندعوكم سيروا غمضوا عينيكم ليكم داير اللايف وعينيك ديرهم هكذا اقل هكذا، سد عينيك وحلهم شويه هكذا. كمشة خرائن فوق كتفين بكل موضوعيه، بكل موضوعيه اقسم بالله لا اكن له لا حقدا ولا كرها ولا، لان حتى باش نعطيها انا شي مشاعر معينه حتى لو كانت سلبيه ماشي ما يمكنش. اذا بكل موضوعيه غمضوا عينيكم بحال هكذا، ديك القضيه ديال هكا وشوف في هكذا داير اللايف ولا شي صوره نتاعته غيبان لك القضيه مبزره ما فيهاش نقاش ابدا. مزيان، فاطرحوا السؤال، كاين ليماج اللي كتعطيوها كتلوحوها للاخر كما كان تونس نموذجا، المغاربه خايبين المغاربه عيانين، وادعوك انك تشوف الميكرو تروتوارات اللي كيديروا الجزائريين في تونس، فشوف لي ليماج نتاع الجزائر في تونس حين يتحدث عن التوانسه وعن ذهابه الى تونس، قصه نتاع الدربوقه نموذجا والتي صارت امرا تفتخرون به في الجزائر. شتي على ليماج كيفاش دايره؟ ما تقدوش تطرحوا هذا النوع ديال الاسئله، لانه الى واش قلت على السؤال، لا واش قلت على السوريين، انا ماذا قلت على السوريين؟ اتحداك تجيب شي حاجه قلت انا على السوريين. ها بغيت لها فيها زعما كدا كدا الناس لا وشنو قلت على السوريين؟ با سعيد هذوك ما يمثلوناش، لا قولوها خرجوا قولوها، لا ديروا فتحوا لايفات. راه صعيب صعيب يكون واحد خريا محطوطه على كتفين كيفتح لايف وهذا متوج من طرف تبون ومن طرف وزيرة الثقافة ووزير الاتصال بشكل رسمي، وهم يعرفون ويعلمون أنه كيسب المغاربة الشعب المغربي المؤسسة نتاع المغرب، راه ماشي كيسب أبرنوس ولا كيسب شي واحد هنا ولا واحد هنا، لا 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 بلدا بكاملها. وغيجي تبون ويعطيه أفضل صحافي، وغادي يجي ما تقصرش سميتك، ما تقصرش نشر وصيفط لهم يديرون ما تقصرش، ويجي تبون وتجي سوريا مولوجي ويجي العقاب ويعطيه شهاده. شنو هي ليماج اللي كديكاجيوها للاخرين؟ ولطالما نبهناكم من تبرديع اللي دار لكم عارف مشكره والصوره البشعه اللي كتعطيها هذاك البقره الحالوب على الجزائر والجزائريات والجزائريين، وكنتم تسبوننا وتتهموننا باننا مخزنيين عياشه، احنا ضد الجزائر ما كنكرهوكم ما كنحبوكمش، احنا باغيين لكم الشر، وفي التالي تبين ان الشر كل الشر ياتي من هؤلاء ومازال جايكم الشر، انتظروا ابن عمي. ما علينا دابا حنا جدنا الهضره هذه، خليونا مع اخي عموته ديالنا. عموته يا جدك اختارته القجعه نتاع الاردن، بالمناسبه الاردن عنده